وعشرين عام عنده 13 لله ما أعطى. الله يعفو عليها، الله يسهل عليها. انا ماشي ضدها، انا خصني ديك الاطفال يتنقضوا، حيت انا يماهم ماشي شغلي فيها. هذه كبيره مقيده براسها، كيما قادره تعكر وتكحل وتلبس عليها قادره تنقد راسها. زين العابدين عنده 8 شهور، عمران عنده عام ونص، بنيزه عندها 6 سنين، والعيل عنده 7 سنين. هذاك الامجد اللي عنده 7 سنين كل شيء كيقول هنايا بانه تعرض لحاله الاغتصاب مره ما جوج. انا ما شفت هذا الشيء الله اعلم، ولكن باين حتى العيل عنده واحد المستوى مسكين اللي انا كنعذره بانه هو العيب في الزنقه، ماشي شي واحد يعني اللي في الدار وغيكون في ديك المستوى. انا حتى الهضره ما كتخرجيش معاه وطا، حيت انا عايشه هاد الماساه وعايشه معاهم وكنجيو دابا وساعه كنجي بالليل كنجي بالنهار نشوف هاد العواول. انا النعاس ما بقاش كيديني بالليل، انا كنطلب مسؤولين ينقدوا لي هاد العواول، ما كنطلبتش شي حاجه زايده. ما يرجعوهمش الام ديالهم. انا مشيت ديك النهار وقياني في بيجي مع الرئيس وكلشي مع الاخر، شنو قناعات ندي تعهد؟ كيفاش غتندي تعهد واحد السيده اللي خارجه الوعي ديالها، واحد السيده مدمنه مخدرات، واحد السيده ما كتفطنش، واش ما عتعقلش حتى واش مدات معاك تعاهد، وعتردوا لها الاطفال اللي مكويين من يدهم. عمران اللي عنده عام 8 شهور كيوريني كويئات، وما شفتوا اللايف ديالي، معطوطين مضروبين بمسمنطاهم، كيفاش ترجعوهم؟ عاد الرئيس في الكوميساريه كيقول لي لا اللهم كيد يماهم يبقوا عندها، ولا داي الخيريه يزيدوا يعملوا لهم كثر من هيداك. السلام عليكم، حنايا جمعية برنسيسات للتنمية المستدامة، رئيسة الجمعية بوتينا الروسي. حنايا أول من تدخل في هذه الحالة، الحالة هاد الأطفال والأم ديالهم حالة كتقهر صراحة، وضرتنا كأشخاص قبل ما تضرنا كفاعلين جمعويين. بالنسبة لهاد الأطفال هادو، حنا جينا نهار السبت انطلاقا من اتصال اللي اتصلوا بنا الأخوات وقالوا أنهم في واحد الوضعية خايبة. حنا ديجا كنا كنبحثوا في الأمر ديالهم، وفعلا كيعانيوا هما بزاف د المشاكل، سواء صحية، كاين الكيد، الضرب، المهم كيتعرضوا جميع أنواع يعني العنف. اتصلنا بسيد رئيس الملحقة السادسة وتدخل فورا، كنشكره الله يجازيه بخير، صيفط القوة المساعدة وجهزينا الأم والولاد ديالها اللي كانوا مترشين في الزنقة، ديناهم كوميسارية. ولكن أنتم كتعرفوا الإجراءات، أنا بدون إذن وكيل الملك ودون وجود مركز للإيواء ما يمكنش يكون شي حل. هي حاليا ما باغياش تسلم الأولاد ديالها لأي مركز. حنايا ما كرهناش ان هاد الاطفال يكون يعني نقولوا نقضوهم، حنا ما همناش ان تعاقب الام اولا نفصلوها على وليداتها، حنا خصنا ان هاد الاطفال هادو يعني ما يبقاوش ضايعين، والام ديالهم ما كرهناش حتى هي تكون عندها شي حمايه اولا علاج، حيت عندها اضطرابات بين نفسيه